قانون الصحة العامة الفلسطيني. المقدمة هنا تتميز صحة المرأة عن صحة الرجل في عدة مجالات صحية. المرأة تتميز عن الرجل في عدة مجالات، كما تندرج دراسة صحة المرأة ضمن إطار دراسة صحة السكان. يعني المرأة تدمج وتدرج دراسة صحتها الخاصة فيها من ضمن دراسات صحة الإنسان في المجتمع، حيث تعرف الصحة وفق منظمة الصحة العالمية بأنها هي حالة من استكمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، وهي ليست مجرد غياب المرض أو العجز. تعريف الصحة المعروف واللي أخذناه قبل كده، غالبا ما يعامل موضوع صحة المرأة بالنظر إلى الصحة الإنجابية للمرأة فقط، وهذا اعتقاد خاطئ. المرأة لها الكثير من الأجزاء الدراسية والأجزاء البحثية أو المتطلبات الصحية التي تدرس، وليست فقط الصحة الإنجابية. فيما تجادل عدة مجموعات بإقرار تعريف أوسع لصحة المرأة ككل، صحة المرأة ككل، هناك من يطالب بشمولية لأجزاء الإنجابية وأيضا الصحية الغير إنجابية. تتفاقم الاختلافات هنا الصحية بين الرجل والمرأة في البلدان النامية، بلدان العالم الثالث، حيث تتعرض النساء لأشكال مختلفة من الحرمان، وهذا محل شك في بعض الدول، لأن الكل أمام القانون سواسية، سواء المرأة أو رجل أو طفل، الكل يأخذ حقه في الرعاية الصحية. ولكن في بعض الأحيان نجد بعض الدول لا تهتم نوعا ما في مجتمعات تعتبر المرأة مقيدة في بعض الحقوق حاليا لمدة أطول من الرجال في هذه البلدان، إلا أنهن قد يعانين من بعض الأمراض بشكل أشد من الرجال. قد تكون احتمالات نجاح العلاج أقل لديهن، كما يبقى النوع الاجتماعي أو الجندر أو الجنس عاملا اجتماعيا مهما لتحديد الصحة الاجتماعية للمرأة، إذ أن صحة المرأة لا تقتصر على بيولوجيتها فقط أو تكوينها، بل تتأثر أيضا بالظروف الاجتماعية التي تعيشها المرأة كأي إنسان على وجه هذه الأرض، أو أي رجل، كالفقر التي تقع على عاتقها. لا طالما كانت النساء محرومات في العديد من مجالات الحياة في بعض الدول وبعض الأزمنة، كالقوى الاجتماعية والاقتصادية اللتان تمكنان الفرد من بلوغ الاحتياجات الأساسية كالرعاية الصحية، وهي حق من حقوقه كما درسنا في الحق في الصحة. كلما زاد مستوى الحرمان كما هو الحال في البلدان النامية، كلما انعكس ذلك بالسلب على صحة المرأة وكينونتها و كيانها الاجتماعي والإنساني. رعاية صحة المرأة والطفل، هذا هو عنوان المادة رقم 4 من قانون الصحة العامة. تنص هذه المادة على أن الوزارة يجب أن تعطي الأولوية لرعاية صحة المرأة والطفل، واعتبارها جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الإنمائية للسلطة الوطنية الفلسطينية أو الاستراتيجية الإنمائية لدولة فلسطين. لو رجعنا هاي لجريدة الوقائع الفلسطينية أو لموقع مجلس الوزراء الفلسطيني وموقع وزارة الصحة الفلسطينية، سنجد هذه هي الاستراتيجية للاطلاع.
على الوزارة توفير الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية المتعلقة بصحة الأم وطفلها. ومنها طبعا دايما، ليش لو حدا سأل ليش الطفل هنا مرتبط بالمرأة، دايما وين في امرأة في الديسكشن أو في المناقشات الطبية يصطحبها الطفل مباشرة، لأن الطفل ما من يرعاه هي المرأة، ومن يحمل به هي المرأة، ومن تلده هي المرأة، ومن ترضعه وتنميه هي المرأة. فالطفل دائما مصطحب أمه في القوانين. هذه الخدمات منها إجراء فحص طبي قبل الزواج، ويعمل على عدم توثيق العقد إلا عقد الزواج طبعا، إلا بعد الفحص الطبي اللي هو مين، فحص الثلاسيميا اللي احنا بنعمله، اللي هو شرط أساسي في المحكمة الشرعية لإبرام عقد الزواج. الهدف من هذا الفحص التأكد من خلو الزوجين المقبلين على الزواج من الأمراض الوراثية أو مما يمكن أن يؤثر على حياة وصحة النسل والإنجاب لهذين الزوجين. نمرة 2، رعاية المرأة وبصفة خاصة في أثناء فترات الحمل وأثناء الولادة وفترة الرضاعة وتشجيع الرضاعة الطبيعية. وهذا قانون بالمناسبة، لا يمكن لأي أحد في أي مستشفى أن يشجع الرضاعة الصناعية نهائي، الكل يشجع الرضاعة الطبيعية من تمريض وأطباء في المستشفيات. متابعة نمو الطفل وتطوره، اللي هي خدمات الرعاية الأولية المعروفة في مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في المدن والقرى الفلسطينية. توعية الأسرة والمجتمع على كيفية رعاية الطفل، حملات التوعية وحملات المناصرة والدعم والحشد وحماية الطفل والتعامل مع الطفل خلال مراحل النمو وتطور الطفل في مختلف نواحي الحياة. وتنفيذها اللي هو جدول التطعيم الوطني. العمل على ضمان جودة هذه التطعيمات والمحافظة عليها في أثناء نقلها وتخزينها واستخدامها. استخدام التطعيمات وتخزينها ونقلها يستوجب الحذر. لا تستوفى أي رسوم عن تطعيم المواليد والأطفال والحوامل. صفر، لا يوجد أي رسوم نهائيا، بل هي خدمة مجانية. من حق المرأة والطفل أن ينالوا هذه الطعومات أو التطعيمات أو المطاعيم أو الفاكسينات هاي باختلاف العمر، حسب توفرها في موعدها حسب الجدول طبعا، جدول التطعيم الوطني. ويتم هنا شراء الخدمة مجانا من وزارة الصحة. التطعيم التي تضعها الوزارة، وهذا تحت طائلة المسؤولية وتحت طائلة القانون. أحيانا توجد عقوبة لمن لم يلتزم بالتطعيمات، والدي الطفل أو من يقوم برعاية الطفل أن يلتزم ببرامج التطعيم التي تضعها الوزارة. طبعا مكتوب مواعيد التطعيمات حسب الجدول الفلسطيني المعروف. واحد، يحظر إجهاض أي امرأة حامل بأي طريقة كانت.
ممنوع منعا باتا التفكير في الإجهاض أو بأي وسيلة، إلا إذا استوجبت الضرورة إنقاذ حياة هذه المرأة من خطر، معين طبي طبعا، بشهادة طبيبين اختصاصيين. أحد هؤلاء الطبيبين على الأقل هو مختص نساء وولادة، يعني ممكن يكون جراح قلب أو أعصاب دماغ أو باطنة، زائد الطبيب الآخر اللي هو الأساسي والرئيسي اللي هو أخصائي أو اختصاصي النساء والولادة. هؤلاء الأطباء إن أقروا أن هذا الإجهاض سوف ينقذ حياة هذه المرأة من الخطر، ففي زي ما بنقول إحنا بروسيجر، شو هو البروتوكول المتبع هنا؟ أولا يجب الحصول على موافقة خطية مسبقة من المرأة الحامل قبل عملية الإجهاض، طبعا بعد التشخيص في حال وجود الخطر، وفي حال عجزها عن ذلك، يعني مثلا مغمى عليها أو في غيبوبة أو في أو لا تقدر على التوقيع نتيجة الظروف المرضية، تؤخذ الموافقة الخطية من زوجها أو ولي أمرها، الزوج أولا قبل ولي الأمر. الفقرة الثانية أن تتم عملية الإجهاض في مؤسسة صحية حسب التعريف في القانون كما سبق في هذه المحاضرة، تعريف المؤسسة الصحية أن تتم عملية الإجهاض في هذه المؤسسات، طبعا هذه المؤسسة مرخصة وتحت مراقبة وزارة الصحة. أجريت فيها عملية الإجهاض المصرح أنها تستقبل عمليات الإجهاض، يجب عليها الاحتفاظ بسجل خاص، تدون المؤسسة اسم الحامل وتاريخ إجراء عملية الإجهاض ونوع العملية ومبرراتها، ليش، إيش الأسباب، وعليها هذه المؤسسة طبعا الاحتفاظ بهذه المعلومات في سجلها الخاص، إضافة إلى شهادة الطبيبين بتقرير أو توقيع معين على فورم معين، والموافقة الخطية أو خطاب الموافقة الخطية، شهادة الخطية اللي وقعتها الأم الحامل أو زوجها أو ولي أمرها هنا، بالإضافة لهذه الموافقة على عملية الإجهاض، وتحتفظ فيها لمدة 10 سنوات على الأقل.